مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من محافظة الأنبار الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. أهلا بكم دكتور عبد القادر. بداية، هل تحدثنا أكثر عن هذه الحملة التي توجهت للعائلات النازحة في الحبانية؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة ما زالت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية مستمرة في دعمها للنازحين في مخيمات النزوح في هذه المأساة التي ما زالت مستمرة في هذه ظل الظروف الإنسانية الصعبة. فقد جاءت هذه الحملة الأخيرة، حملة توزيع المنح المالية على العائلات النازحة الموجودة في مخيمات الحبانية، وتم توزيع أكثر من 700 منحة مالية على جميع العائلات التي تقطن هذا المخيم في مخيمات الحبانية. نعم. وهذا طبعا استجابة لحاجة هؤلاء النازحين، حيث يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والدعم، وقلة من يذكرونهم من المنظمات الإغاثية والإنسانية في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها. دكتور، جاءت هذه الحملة ضمن حملات كثيرة مستمرة، والحمد لله. نعم. لم ننقطع عنهم ومتواصلين معهم بشكل مستمر في تلبية حاجاتهم. دكتور عبد القادر، ماذا عن أوضاع النازحين؟ يعني كيف أثرت هذه السنوات من النزوح على سكان المخيمات، لا سيما في محافظة الأنبار؟ في الحقيقة يوما بعد يوم تزداد وضعهم سوءا، يعني رغم أن العدد القليل الذين يستطيعون ويسمح لهم بالعودة ويفضلون العيش في هذه المخيمات على العودة إلى منازلهم، لأن جل منازلهم مدمرة أو أنهم لا يسمح لهم بالعودة بسبب ما يسمون المحاذير الأمنية. فمعاناتهم تزداد يوما بعد يوم في ظل هذه الظروف الصعبة. وبمرور الوقت كما تعلمون أن هناك يعني كثير من المنظمات يعني ربما يعني انقطعت عنهم حتى الدعم الحكومي قل. وإحنا سمعنا إلى شهادة أحد النساء العوائل النازحة، قالوا منذ 3 أشهر لم تصل المواد الغذائية، تصور وهم في مخيمات في الصحراء، يعني لم تصل المواد الغذائية. هذه شهادتهم، حسب شهادتهم قالوا إن دائرة وزارة الهجرة لم تصلنا. في اليوم الذي وصلنا كان هناك جرد يعني من دائرة الهجرة انه تريد توصل لهم المواد الغذائية بعد فترة انقطاع يعني 3 أشهر. فهم يعني بحاجة كبيرة الحقيقة الى دعم، ويعانون من نقص شديد ومن الإهمال يعني المنظمات والجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع. دكتور عبد القادر، إن كان بإمكانك أن تطلعنا على مشاريعكم المستقبلية تجاه النازحين، خاصة فيما يتعلق بموضوع التعليم. الحقيقة نحن مع بكل بداية عام سنة عام دراسي جديد، أن تكون للمنظمة هناك برنامج من توفير الدعم، مستلزمات دراسية والملابس يعني زي المدرسي للمدارس والطلاب التلاميذ في مدارس النزوح. هذا فيما يتعلق في جانب التعليم حقيقة، وهذا إن شاء الله هناك إعداد لخطة عمل برنامج متكامل من بداية العام الدراسي. لكن نحن الآن نركز جل اهتمامنا على الجانب الإغاثي في المواد الغذائية وتقديم منح المالية، لأن رأينا هي أكثر فائدة يوم يستفيدون منها في حياتهم وتلبية مستلزمات حياتهم الضرورية التي يحتاجون إليها. فلدينا برامج عديدة والحمد لله مستمرين معهم في دعمهم والوقوف معهم في هذه المأساة التي يمرون بها. كل التوفيق لكم دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة الأنبار، شكرا لك.